شيفر سانتي. في شيفر سانتي مازلنا مقدمين معكم أهم الإحصائيات الصادرة عن إداراتنا ووزاراتنا التونسية. وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الفلاحة، تعيش 32% من النساء التونسيات في مناطق ريفية. وذكر المعهد الوطني للإحصاء أنه 65% من النساء الريفيات انقطعن عن الدراسة في سن مبكرة، لتجاوز بذلك نسبة الأمية بين النساء الريفيات 30%، وتشكل النساء 70% من القوة العاملة في القطاع الفلاحي ببلادنا، لكن أجورهم أقل بحوالي 50% من نظرائهم الرجال، ويتمتع عدد قليل منهم للعناية منهم بالحماية الاجتماعية، إذ أنه 33% فقط من النساء العاملات في المجال الزراعي لديهن ضمان اجتماعي، وهو عدد أقل أيضا بكثير من مثله لدى العاملين الرجال، إذ تستفيد 93,500 مرأة من نظام الحماية الاجتماعية مقابل 377,000 بالنسبة للرجل. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.